على ايكيا للاغنياء بس. هي يو، ناس كتير فاكره ان ايكيا للاغنياء بس. هنشوف الموضوع ده مع بعض دلوقتي. واللي يعرف ايكيا بس ما راحش قبل كده ما يعرفش ان ايكيا مجتمع وعالم جوه عالم. فمعايا ياسمين مرشدتنا في ايكيا النهارده، وهنشوف نقدر نشتري ايه من هناك ب 100 جنيه. يلا بينا. هنبضع النهارده. اول ما تدخل هتلاقي الكتالوج تقدر تقلب فيه براحتك، وهتلاقي قلم ومتر وورقه عشان تكتب وترفع المقاسات اللي انت عايزها، وتقدر تاخدهم معاك كتذكار من ايكيا. الناس هنا بتيجي تعمل ثلاث حاجات، يا اما تاكل ايس كريم، يا اما تيجي تتفرج، يا اما تيجي تشتري، او الثلاثه. هنشوف موضوع الاكل في ايكيا ده بعدين. انت قاعد عندكم في البيت؟ حصل. وده المميز في ايكيا، ان التصميم بيكون جاهز ومتكامل وكل حاجه محطوطه في مكانها ومكتوب عليها سعرها. يعني مثلا السفره المصريه، المطبخ، انا هنطيره، والمكان عباره عن لوح فنيه، استوديو ببلاش. وبراعه التصميم انهم بيستغلوا كل 2 سم في الشكل. بس في اوبشن انك تقفل الترابيزه، مش الزحمه، بس تمام، تمام. بنتكلم على الكرسي، في اوبشن انك تقفل الكرسي وتعلقه عشان الزحمه. سنعود بعد قليل. مش فاهم ليه في الحقيقة، بس أكتر حاجة عجبتنا هو بارتيشن الأطفال. ولا فلو تعبت وعايز تستريح وتاكل، فأيكيا عندهم فود كورت، وأول مكان أوبن بوفيه. وهنا المدهش بالنسبة لي، يعني بتاخد اللي انت عايزه بالكميات اللي انت عايزها، وفي الاخر بتطلع تحاسب عند الكاشير. ولا 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 ولا. والكل عندهم ب 19 جنيه بس ريفل، يعني تقدر تملاها اكتر من مره. اكلنا وكملنا، ويلا ننزل عشان نشوف نقدر نشتري ايه بال 100 جنيه. احنا دلوقتي هنروح عشان نفرتك الفلوس. يلا بينا. والمخزن عادي مفتوح كده في وشك وانت رايح على الكاشير عشان تحاسب. وانت رايح تحاسب هتلاقي كاشير سريع خاص بيك لو انت شاري اقل من 10 قطع، وتقدر تلف الازاز اللي معاك بالورق ده عشان ما يتكسرش. واه وانت خارج ما تنساش تشتري ألذ ايس كريم ب 5 جنيه من ايكيا. يا اخي بالله عليك كفايه. انا بس حبيت اوصل لكم انكم تقدروا تدخلوا المكان اللي انتوا عايزينه حتى لو مش هتشتروا، وممكن تعمل شوبينج على قد الفلوس اللي معاك. فاشوفكم الفيديو الجاي. هب هب هي هب هب. يلا يلا عايزين ال 500. العب في الغزاله، العب في 600. المكنه طلعت قماش.